وما تم الاتفاق عليه اللي هو إعلان المبادئ مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة عبد العزيز الحلو هي خطوة كبيرة وكسر للجمود التفاوض الذي صاحبت المنبر. القائد عبد العزيز الحلو وهو مؤسس لمنبر جوبا للسلام، وبعد توقيع اتفاق سلام جوبا مع الجبهة الثورية وأطراف العملية السلمية حصل جمود في الملف الخاص بالتفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. هذا الاتفاق اليوم إعلان المبادئ يفتح الباب لسلام شامل وعادل، ويؤسس لقاعدة راسخة للمضي قدما لتكملة الاتفاق. هل ستدلل أو هذه المبادئ العقبات أمام اتفاق السلام؟ نعم بلا شك، العقبات التي صاحبت التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمالي في القالب كانت هي المعضلة علاقة الدين والدولة، وبهذا الاتفاق تم تجاوز هذه المعضلة، وهي توافق على الحريات الدينية في البلاد وعدم استغلال الدين في السياسة، وهذا ما نص عليه اتفاق جوبا للسلام. أنا بفتكر هذه تضمين وتأكيد لما تم في اتفاق جوبا وما تم التوافق عليه في السابق في مؤتمر أسمر للقضايا المصيرية، هي نفس القضايا العالقة والتي كانت معضلة أساسية لتحقيق السلام في السودان. الآن بهذا الاتفاق يفتح الباب على مصراعيه لكسر الجمود تحت التفاوض والمضي قدما لتكملة ما تبقى من طيب. اتفاق أستاذ السلام. حذيفة، تضمين هذه اسمح لي، تضمين هذه المبادئ ضمن الدستور كما أعلن ضمن الوثيقة، كيف يمكن أن تتم خلال هذه المرحلة الانتقالية؟ ما تم التوافق عليه لا يحمل أي تناقض في الوثيقة الدستورية، وكما ذكرت لك أن ما تم التوافق عليه في شأن علاقة الدين بالدولة هو نفس النص الذي تم التوافق عليه في اتفاق السلام الشامل في جوبا مع الجبهة الثورية، ولكن هذه العقبة كانت مربوطة بالمصطلح بتاع العلمانية، ولكن ما تم التوافق عليه الآن يتجاوز المصطلحات. طيب باختصار لو سمحت، لا تعارض عليه. هل تتوقع أي مقاومة من قبل أعضاء حركة أو الحركات المسلحة التي انضمت جديدا إلى الاتفاق للتوحد مع الجيش؟ هل تتوقع أي مقاومة باختصار؟ بالعكس، ما تم التوافق عليه يعزز اتفاق سلام جوبا ويعزز العملية السلمية في البلاد. نعم، ولا خلاف على ما تم الاتفاق عليه من نصوص. شكرا لك الناطق الرسمي للتحالف السوداني الأستاذ حذيفة محيدين البلول على كل ما تفضلت به، كنت معنا من الخرطوم.